بالصدفة بيجي أخ عزيز علينا بيقول لي في سيارة بتخص السيد موسى الصدر. قلت له سيارته الشخصية؟ قال لي سيارته الشخصية ومع شوفير كان يشتغل معهم بالمجلس التمشي الأعلى وطالع مع السيد أكثر من سفرة. قلت له إذا حقيقي القصة أنا بقدر دغري بده يبيعها. قال لي إيه بده يبيعها لأنه زلمة كبر بالعمر والسيارة بدها شوية شغل، بدها شغل مش أكثر من شوية. فدغري بدرت أنا يعني الحنين للسيد موسى وهذا شيء ما بيعد لثلاثة الواحد فيه. اشتريت السيارة وقعدت شغل فيها، استمر الشغل فيها سنتين نفط ديد وي، لأنه سيارة بهالمقام ها ما فيك تشتغلها مثل ما بتشتغل أي سيارة عادية. العلم اللي كان موجود مجلس تمشي الأعلى، العلم حتى بزيته القماش فصلته، الرقم اللي موجود عليها الرقم اللي حطه السيد مصدر عليها بعده خمس أرقام وآه مصنف شخصي النمرة بعدها هي ذاتها. حضرتك بتفرض فيها للسيارة إذا إجاك مبلغ أو حدا شرى أو لك؟ لأقول لك شغلة، المصاري بتروح وتيجي. يمكن أنا إذا بيخذ المصاري أصرفهم، يمكن إذا لقي إنسان بيهتم فيها أكثر مني ممكن في وجهة نظر، بس كباع التاجر تجارة ما بتاجر بالسيد موسى. أي إنسان بحب يجي يتصور ويشوفها وحتى إذا بده يعمل عرس فيها أنا حاضر، يتشرف إنه يكون يقعد مكان حد مكان يجلس السيد مصدر أنا بتشرف، لأنه هيدي مش ملكي لحالي، هي ملك طائفي بما فيها.